بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثاني. وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشركون هو يعلم بتسميه انه قال: الألام في ابنتين القنوط والعجب. الألام في اثنتين في خصلتين. الألام الذي هو العذاب والنار في خصلتين. لا شك ان العذاب له اسباب كبيره خصال كثيرة، لكن هاتان الخصلتان هما أهم الصفات المسببة في الهلاك. العجب نعم القنوط والعجب. القنوط من رحمة الله في أن الإنسان إذا عمل أعمال سيئة ظن أن الله لا يغفر له تعاظم ذنوبه، فإذا تعاظم ذنوبه هذا استصغار لعفو الله سبحانه وتعالى. الإنسان مهما بلغ من الذنوب لا يخلق من رحمة الله، ومهما رأى من إنسان من الوقوع في الذنوب فإنه لا يحكم عليه لأنه لا يرحمه الله. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سأل الإنسان أن يتوب إلى الله ولا يقنط من رحمة الله، فما أنه لا يعجب بعمله يوما أنه أدى ما عليه، بل يعتبر نفسه مقصرا ولا يأمن من عذاب الله، فيجمع بين الخصلتين وهما الطمع برحمة الله والخوف من عذاب الله. يجمع بين الخوف والرجع، لا يرجو فقط كما هي طريقة المرجئة الذين يعملون الأعمال لا يبلغ تركها أو ذنوب لا تبلغ، ولا يتبع طريقة الخوارج الوعيدية الذين يقولون إن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب يخرج من الإسلام ويقلقونه من رحمة الله ويقلقونه بالنار. هذه طريقة الخوارج، طريقة الذنوب. وطريقة الرجاء من غير خوف طريقة المرجئة. أما طريقة أهل السنة والجماعة فهي الجمع بين الخوف والرجاء، يخافون من ذنوب وما يرجون رحمة الله، ولا يتركون التوبة ويتركون العمل ويحمقون من رحمة الله عز وجل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وطريقة الرسل والمسلمين عموما الجمع بين الخوف والرجع، لا يخافون خوفا يقنطهم من رحمة الله ولا يرجون رجاء يؤمنهم من عذاب الله. هذه طريق سجينة. نعم. عن أبي بكر كان رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجلا خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحب خطاك عنق صاحبك. فابتدعه مراما ثم قال: إن كان أحدكم ناسحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا. رواه البخاري ومسلم. من أسباب العجب النفس، هذا في بيان أسباب العجب. من أسباب العجب
نفس الإنسان في وجهه، فإن هذا يجعل المفجور يتعاظم في نفسه ويعجب في عمله. لذلك تكره النفس في الوجه. أما أن يثنى عليه المغيبة مع عدم حضوره هذا من الجبهة الحسن من عاجل بشرى المؤمن. أما المدح في حضور الشخص هذا لا يجوز، لأنه يحمل الشخص على الإعجاب بنفسه. ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي مدح رجلا شاعرا، قال له: ويحك قطعت عنق صاحبه، يعني أهلكته بالمدح في حضوره. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع المدح في حضوره. لما قالوا له: أنت سيدنا من سيدنا، قال: قلوا في قلبه أو بعض قلبه، إنما أنا عبد، وقل عبد الله ورسوله. لم يرضى صلى الله عليه وسلم أنهم مدحوه، قالوا: أنت أجودنا وأنت خيرنا وابن خيرنا. قال: لا يستجيبنكم الشيطان، قولوا لله بقولكم أو ذا لقولكم. قال: وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمدح بحضوره كيف بغيره، لأن الإنسان بشر ضعيف، إذا مدح في حضوره سبب ذلك العجب لنفسه وبعمله. ولهذا جاء: إذا رأيتم المداحين فأخذوا بوجوههم التراب. وغالبا ما يفعلون ذلك هم المنافقون، هم المنافقون، غالب من يمدح بالوجه هو المنافق المتملق. ولهذا قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله. قال جل وعلا: والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اتخذوا ايمانهم جله، يعني ستره. فغالب من يمدح الناس في وجوههم هم المنافقون واهل التملق والحكمه، فيحذر منهم، يحذر من المداحين. والانسان ما لا يعجب بنفسه ولا يسمح لأحد أن يمدحه، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنك إذا مدحته زكيته على الله، والله يعلم من حاله ما لك علمه، فأنت زكيته على الله، وأنت لا تعلم عن باطن حاله ولا تعلم عن أعماله هذا هل هي خالصة لوجه الله أو لا، هل هي متقبلة أو لا. فأنت إذا مدحته زكيته على الله. فإذا كان ولا قلت ستذكر مناقب أخيك في غيبته فإنك تقول أحسبه كذلك، يعني هذا الذي يظهر لي والله حسيبه، الله هو الذي يحاسبه ويعلم أعماله ونياته ومقاصده. قال: تعجب مع الله، وعدم تزكية أحد على الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكي نفسك ولا تزكي غيرك على الله جل وعلا. لكن أنت تعرف للنفس وتخاف على المسيح. نعم. ولأحمد بسند جيد عن الخالد بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه: إنهم كانوا يراودونني على الفخر، فقال: أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يسيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيبعث الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك.
أو تحذير من الوعاظ والدعاء لا يعجب لأنفسهم ولا يعجب لوعظهم وكلامهم يكسبهم ذلك الترف عنه على الناس. قال الرجل قال لعمر رضي الله عنه إنهم تقربون مني القصص يعني الوعظ القصص هو الوعظ. فعمر رضي الله عنه قال أخشى عليك تقص فتعجب بنفسك ثم تتردع ثم تتردع حتى يضعك الله تحت أقدامهم جزاء على الكبر والعجب. ولهذا يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان إذا تكلم أو خطب فأعجبه كلام سكت وقطع الحديث خشية على نفسه من العجب. الله المستعان. فالدعاة من الله والخطباء والوعاظ عليهم أن يستشعروا هذا الأمر وأن لا يأخذهم العجب بكلامهم وإقبال الناس عليهم وكثرة من يحضر عندهم لا يأخذهم العجب بكلامهم بل عليهم التواضع والاعتراف بالتقصير وأن يروا أن كلامهم هذا إنما هو قليل لم يصلوا إلى حد المطلوب أنهم مقصرون وأنهم يجهلون أكثر وأكثر مما يعلمون. هذا فيه تنفيذ للخطباء والوعاظ والقصاص والمتحدثين لأنهم لا يأخذهم العجب بكلامهم أو بحضور الناس عندهم وكثرة الناس عندهم يأخذهم العجب بهذا. فهذا عمر رضي الله عنه نصح هذا الرجل ولم يمنعه من الوعظ والقصص لكنه أوصاه بأن لا يبالي خشية أن يحجب بكلامه ثم يتركع حتى يكون أبعد من الثريا بالارتفاع ثم يضعه الله تحت أقدامه يوم القيامة. لأنه جاء أن المتكبرين يوم القيامة يخشون أمثال الزق يقعهم الناس. نعم. ولديها في أنس رضي الله عنه مرفوعة لو لم تغيبوا لقفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. نعم. وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا لو لم تدركوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. الله جل وعلا من حكمته أنه جعل الإنسان يذنب المسلم والمؤمن يقع منه ذنب هذا في حكمة ومصلحة من أجل أن يترفع ويتكبر كل ما ذكر ذنبه تواضع وخاف من الله سبحانه وتعالى. فالذنوب إذا كانت سببا للتوبة وسبب للخوف من الله يترتب عليها مصلحة فمع الطاعة إذا كانت سببا للترفع التعاون صارت وضرا على صاحبها. الذنوب قد يكون فيها مصلحة لأن الإنسان إذا تذكرها خاف من الله وتاب إلى الله. وأما الطاعة فقد يعجب الإنسان بها فتحمله على الكبر والترفع فهذا فيه دليل على أن وقوع الذنوب من بعض المسلمين فيه يترتب عليه المصلحة هي ضرر في نفسها
لكن يترتب عليها مصلحة الانكسار والتوبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فالمذنب التائب خير من المطيع المعجب وأقرب إلى الله من المطيع المعجب بطاعته. نعم. ولذلك لما تعاظم إبليس من نفسه جمع ذلك عليه اللعنة والطرد من رحمة الله. ولما تواضع آدم عليه السلام واعترف بذنبه وتاب إلى الله رفعه الله عز وجل فصار في ناصية آدم مصلحة له، مصلحة لآدم بأنه تواضع لله وخاف من الله وتاب إلى الله. نعم. باب الانتماء إلى الصنع وقوله تعالى من الإعجاب من الكبائر من الكبائر الرياء والسمعة. الرياء لما يرى من الأعمال ويروى من الأعمال، والسمع لما يسمع من الأقوال. فالرياء في الأعمال والسمع في الأقوال، وذلك لأن يتصدى حتى يثنى عليه أو يصلي من الليل أو يصلي النوافل حتى يثنى عليه أو هذا من الحياة المهنية. فإذا أحب أن يطلع الناس على عمله ويثنى عليه فهذا هو الرياء، وهذا يثبت العمل الذي وقع فيه. أو أن يجهر بالذكر ويحسن التلاوة من أجل أن يمدحه والناس يجتمعون عليه ويصلون صفوفا وراءه من أجل أن يكسب ثناءهم عليه. هذا من السمعة، هذا من السمعة. فعلى الإنسان أن يخاف من الرياء والسمعة، يخلص أعماله وأقواله لله عز وجل. نعم. وقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. الرسول بشر ليس ملكا من الملائكة، وليس ولا أقول لكم إني ملك، وليس له نصيب من الربوبية والألوهية، وإنما هو بشر. لأن في من يغلب الرسول يقول إنه ما هو بشر، الرسول مخلوق من النور، أو الرسول نور، الرسول نور وليس بشرا. هذا من الغلو الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يدعوه من دون الله ويظن انه يجير من عذاب الله وانه يدخله الجنه. الرسول لا يملك هذا، لم يدخل الجنه ويجي من النار هو الله، انما الرسول مكلف فقط. انما انا بشر مثلكم من بني ادم، من بني ادم. وكل الرسل من البشر، كل الرسل من البشر. ما أرسل الله ملائكة لبني آدم، وإنما أرسل إليهم البشر من جنسه من أجل أن يتفاهموا معهم وأن يفهموا لغتهم وأن يدركوا حاجات البشر. هذه الحكمة في كون الرسل من البشر. إنما أنا بشر مثلكم، هذا من رحمة الله. أرسل إلينا بشرا مثلا يحس بإحساسنا ويتألم لألمنا ويعرف ما يناسبنا
وأيضا يتكلم بلغتنا وصورته مثل صورتنا ليست صورة ملك من الملائكة من رحمة الله إنما أنا بشر هذا رد على الذين يغلون بالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر منهم يوحى إليه هذا هو الفارق بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول يوحى إليه من الله كل واحد ويبلغنا ما يحيه الله شيء يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد وهو الله جل وعلا لا أحد يشاركه إلهكم المراد بالإله هنا المعبود إلهكم أي معبودكم الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا لا تصلح العبادة إلا له فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو لقاء ربه يوم القيامة وهذا كل الناس سيلقون ربه لكن المؤمن يلقى ربه بالخير والمشرك والكافر يلقى ربه بالشر والكفر فاستعدوا لهذا اللقاء من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بهذين الشرطين يعمل عملا صالحا يعني موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى لا يعمل عملا بدعيا محدثا لم يشرعه الله ولا رسوله فإن هذا لا يقبل قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عليه وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالبدعة ليست عملا صالحا فإنما هي عمل فاسد باطل مهما زينها أصحابها فهي عمل باطل وليس صالحا هذا شرط وهو المتابعة الشرط الثاني الإخلاص لله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فإذا اجتمع الشرطان المتابعة للرسول والإخلاص لله عز وجل في العمل فإن الله يقبله أما إذا اختل شرط من الشرطين فإن الله لا يقبله فإذا كان العمل مبتدعا فإن الله لا يقبله وإذا كان العمل غير مبتدع لكن غير خالص لله فإن الله لا يقبله وإنما يقبل ما كان عملا صالحا خالصا لوجه الله عز وجل نعم فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا هو الشاهد من الآية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومن الشرك ذيئا فإن ذيئا شرك يثبت العمل الذي وقع فيه وليس شركا أكبر وشرك أصغر قد يقع من المسلم والصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من الرياء أما رياء المنافقين واللي ما عنده إيمان أبدا فهذا يثبت العمل كله لأن الرياء على قسم رياء المنافقين فهذا ليس له أساس أبدا يعملون بظاهرهم دون قلوبهم والنوع الثاني الرياء الذي يصدر من المسلم ومن المؤمن وهو ان يقرا عليه حاجز او يقرا في نفسه حب المدح وحب اطلاع الناس على عمله فيثبت ذلك هذا العمل الذي وقع فيه ويكون تعبا عليه من ذلك ولذلك يحرص الانسان على الاخلاص لله ولو طرا عليه شيء من الغوارس وحب السنه انه يدفع ذلك
ويتذكر أن هذا يحبط عمله فيتركه ويخلص العمل لله عز وجل، ولا يضره إذا ترك الرياء وعبد على الله لا يضره ذلك. أما إذا استمر معه فإنه يخلص العمل. نعم. عن جبريل بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يراعي يراعي الله به. اخرجاه. من سمع اي احب الناس ان يسمعوا قراءته وذكره لله عز وجل، فان الله يسمع به جزاء له، بمعنى أن الله يفضحه يوم القيامة، ويسمع الناس ذمه يوم القيامة، ويريد بالتسميع العظمة، لكن في يوم القيامة يكون هذا التسميع ذلة له، نقيض ما قصد والعياذ بالله. ومن راى الله الذي يكون في الأعمال، قال الله به يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول لإبراهيم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ في يوم القيامة يكون هذا العمل مردودا على صاحبه. وسيأتي في الحديث ما يدل على هذا، انه يوم القيامه يفضح امام الخلائق، وكان في الدنيا تستر ولا يدون الناس انظروا للورائي شوفوا يتصدق حسن يظلهم انهم يتصدق بنيه صالحه يصلي يظلهم انه يصلي بنيه صالحه لا بس بالنفس والدم، يقرا القران ويظنهم انه يتقرب الى الله او يقدر يظنه يريد ان الناس يسمعون ويثنون عليه. اما الله جل وعلا فانه يعلم، واذا كان يوم القيامه اظهر الله ما كان يخفيه في الدنيا وفضحه امام الناس الذين كانوا يحسنون به الظن. قيل معنى من سمع الله به اي فرحه يوم القيامه، ومعنى من يراعي ايضا اظهر العمل الصالح لله ليعذب عندهم يراعي به الله. قيل معناه اظهار سريرته للناس. اي نعم، ظهر الله يوم القيامه تكون اعماله مردوده لا يقبل منها شيء لأن تفقد الإخلاص. نعم. ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى. نعم، العبرة ليست بصورة العمل، إنما العبرة بالنية والقصد. قد تكون صورة العمل جيدة وحسنة لكن نية صاحبه فاسدة ولا يعلم باعه ذلك، يصلي يصوم يحج يتصدق هذا ظاهر عمل صالح لكن نية صاحبه غير ذلك، فلا فائدة من هذا الأمر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا ما عمل بل ما نوى. فلا يقبل عند الله إلا ما كانت نية صاحبه خالصة لوجه الله. هذا كما في قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وسبب الحديث هذا طرف من الحديث، سبب الحديث أن رجلا هاجر إلى المدينة، الهجرة عمل صالح عمل جليل علينا في الجهاد في سبيل الله، لكن هذا الرجل هاجر من أجل أن يتزوج امرأة، وقالوا لا أم قيس
فهو هاجر من أجل أن يتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، يعني يقصد بها الله ورسوله تكون مقبولة. ومن كانت هجرته للدنيا مصيبة أو امرأة ينكسها فهجرته إلى ما هاجر إليه وليست من الله عز وجل، إنما هي للمرأة أو للمرأة. فقول صلى الله عليه وسلم: لمن كانت هجرته إلى آخره، هذا تفريق على أول الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا التفريق من الرسول صلى الله عليه وسلم. ينظر الإنسان في عمله ونيته وقصده، فإن كان عنده شيء من الرياء فليصل إلى الله عز وجل ولا يستمر. هذا حديث عظيم: إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، قاعدة عظيمة من قواعد الشرع. وهذا يدور عليه ومن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام هذا الحديث. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن أول الناس يرفع عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال: فما أحببت فيها؟ قال: قاتلت في سبيله حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شريف فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ما أنه يقاتل في سبيل الله وقتل في سبيل الله، صورة عمله من أجل الأعمال، صورة العمل أنه من أجل الأعمال، قتال في سبيل الله، إعلاء كلمة الله، استشهد، معروف مال الشهيد عند الله. لكن لما كانت نيته ليست لله صار العمل حرام، ليس له فيه أجر، بل سحب إلى النار والعياذ بالله. جناية، لأنه قاتل لا قاتل لتكون كلمة الله العليا، وإنما قاتل ليقال هو جريء، هو جريء يوصف بالشجاعة. نعم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ فقد. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذا الأول في المساعد وهذا في العلماء تنظر، هذا في العلماء طلبة العلم الذين يطلبون العلم لوجه الله عملهم على أن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا كان قصد طالب العلم وجه الله فإنه يحصل على أجر المتعلم الذي سلك طريقا يلتمس به علما. أما إذا كان قصد المتعلم يقول علشان أنه يسعف الشهادة أتورط بها، هذا يريد الدنيا، وإن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوصي إليها أعمال عن فيها وهم فيها لا يقصر، أو يتعلم من أجل أن يمتع يصير منزلة عند الناس قال هو عالم، هذا قصده، هذا يكون من أهل النار اليوم، يكون من أهل النار سواء كان قصده طمع الدنيا أو قصده الرياء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن تعلم العلم لمماري به الشبهة وكذلك من تعلم العلم
ليماري به الصفاء أو لأجل يجاري العلماء بمعنى هذه الكلمة، هذا في النار. اللي يتعلم العلم من أجل يندح أو من أجل يحصل على وظيفة ولا لكسب غير المال، هذا يريد الدنيا، والذي يريد المدح يريد الرياء، هذا حتى ما أراد الدنيا. الأول ما يمكن أن يحصل شيء من الدنيا، لكن هذا ما حصل دنيا ولا دين، اللي يرائي ما حصل لا دنيا ولا دين، والعياذ بالله. من تعلم العلم يجاري به العلم أو ينالي به السفاء أعرف النعم، هذا المراعي. الناحية الثانية التعليم، تعليم العلم اللي يدرسون الناس، هل قصدهم أن يبلغوا عن الله ورسوله وينفع الناس؟ هذا الملائكة تصلي على معلم الناس الخير، صلوا تستغفر الله حتى الشيطان في البحر، استغفر لمن يعلم الناس الخير. إذا كان قصد تعليم الناس من أجل هدايتهم ونفعهم وتبليغ الحجة، فهذا من خير الناس ومن خير العلماء. أما إن كان قصد الرياء والمدح والثناء والمظهر، فهذا يكون من أهل النار، وإن كان عالما ومعلما هو من أهل النار بأي شيء بقصد ونيته. هذا يراد بعمل بعلم وتعليم، يقول من أهل النار ما من عمله صورته من أفضل الأعمال. نعم. ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فوجئ منه فعرفه بأنه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما فعلت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله كذب ولكنك فعلت لي ما لك وجهه وحدقي، ثم حلم به فسقط على وجهه حتى ألقي في النار. ومن قبل الدين أن معاوية رضي الله عنه. وهذا الحديث الصحيح فيه هؤلاء الثلاثة الذين ظاهر أعمالهم أنها أفضل الأعمال، الأول المجاهد في سبيل الله، والثاني العالم المعلم، والثالث المتصدق الغني المتصدق. لا شك أن الصدقة لها أجر عظيم وثواب عظيم، والله جل وعلا أثنى على المتصدقين ووعدهم بمضاعفة الأجر، هذا إذا صلحت نيته. أما إذا كانت نيته المدح وأن يقال هو الجواد هو محسن هو متبرع هو مواطن صالح إلى آخره، ألا ما له إلا ما قيل في الدنيا، ما له إلا ما قيل عنه في الدنيا، أما بالآخرة فليس له ثواب عند الله عز وجل. فنبدأ إلى هذا. نعم. وإن سبب فيه أن معاوية رضي الله عنه لما سمعه بكى وتلا قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. أما معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه الصحابي الجليل لما سمع هذا الحديث بكى، بكى رضي الله عنه، لأن هذا حديث مخيف. إذا كان هؤلاء الثلاثة أعمالهم من أجل الأعمال يصحبون إلى النار يوم القيامة بسبب نياتهم التي ليس بإذن الله عز وجل، ثم تلا رضي الله عن هذه الآية مصداقا لهذه الحديث، إن كان يريد حياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالحديث يطابق الآية تماما، وهذا الذي جعل معاوية رضي الله عنه يتلو الآية. نعم. باب الفرح وقول الله تعالى الفرح وهو السرور. الفرح على قسمين، فرح محمود فرح مذموم. الفرح المحمود هو الفرح بنعمة الله وفضل الله، الفرح بالعلم، الفرح
بالقرآن والجهر لله وبرحمته فلذلك فليفرح يفرح الإنسان بالإسلام ويفرح بالعلم بحول الله بحول الله هذا هو العلم وهو برحمته هذا هو الإسلام لذلك فليفرح هذا فرح محمود لأنه دليل على رغبة الخير محبة الخير ولا يفرح في الدنيا وإنما يفرح بهذين الأمرين بفضل الله وبرحمته وخير مما يسمعه أما الفرح المذموم فهو الفرح بالدنيا وهو فرح الأشر والبطر الذي يفرح بالدنيا من أجل ما فيها من الملذات والمظاهر ونيل الشهوات هذا هو المذموم لأن هذا يؤذيه ويغويه ويحمله على الأشر والبطر كما حصل لقارون أعطاه الله من المال شيء كبير يعني مفاتيحه يعني مفاتيح الخزائن وكانه بالعصبة يعني الجماعة بالقوة قال له قومه لا تفرح يعني لا تفرح بهذا المال فرح أشر وبطر إن الله لا يحب الفرحين فابتغ فيما أعطاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض لولا لا يحب المسلمين ماذا كان جوابه قال إنما أوتيته على علم عندي قال ما لم حصل كدي وكسبي وخبرتي وليس هو قرن من الله عز وجل فماذا كانت نتيجته خسفنا به وبداله الأرض والله جل وعلا يقول وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الإنسان لا يفرح في هذه الدنيا لكن يأخذها من الحلال ويستغني بأهل الحرام وينفقها في طاعة الله ما يأخذها لذاتها وإنما يأخذها لأجل أن يتبلها بها إلى الدار الآخرة قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فرحوا بما أوتوا واعجبوا بما أوتوا ونسوا الله عز وجل ماذا كانت نتيجته فالفرح المذموم هو الفرح بالدنيا الفرح في الدنيا وأما الفرح المحمود فهو الفرح بالآخرة والدين والعلم النافع نعم وقول يا ابن تعالى إنه كان في أهل المسرورة وقول إنه كان في أهله وأمام موتي كتابه وراء وحيه وسوف يدعو القبور ويصلى سعيرا إنه كان على السر إنه كان في أهله يعني في الدنيا مسرورا في الدنيا والحياة في الدنيا إنه ظن أن لن يحور ظن أنه ما يبعد وإنما هي الحياة في الدنيا فقط ونسي الآخرة هذا الشاهد من الآية كان في أهله مسرورا عن فرح فرح في الدنيا والحياة في الدنيا ونسي الآخرة نعم وقوله تعالى ثم يكون من قبلك الأهل مشركين هذا الفرق هذا كان بأهله مسرورا في الدنيا وهؤلاء في الجنة إذا دخل الجنة إذا دخل أهل الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألمناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
قالوا إنا كنا في أهلنا يعني في الدنيا إنا كنا في أهلنا مشفقين خائفين من عذاب الله كما في الآية التي مرت والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إنا كنا السبب الذي وصلنا إلى هذه المنزلة هو أننا كنا في الدنيا مشفقين من عذاب الله خائفين منه فلما خفنا منه أنجانا الله وصلنا في هذه المنزلة فهذا فيه قضية الخوف من الله عز وجل والخوف من عذاب الله وأن الإنسان حتى لو أعطي الدنيا بحذافيرها يخاف من الله عز وجل ولا يؤذيه الماء ما يؤذيه الماء داود عليه السلام آتاه الله الملك والخزائن والجنود ومع هذا كان يقول الليل يقول نصف الليل ينام نصف الليل ويقول ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان ياكل من كسب يده ما ياكل من الخزائن الماليه وانما يصنع الدروب يبيع او ياكل من ثمنه ياكل من كسب يده عليه الصلاه والسلام وهو عنده الأموال وعنده ما أقرأ بحاله الأموال هذا المؤمن هذا المؤمن الذي يستخدم الدنيا للآخرة أما الذي يعكس الذي يستخدم الآخرة للدنيا هذا هو الخاسر نعم وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما خوفوا اخذناهم بغته فاذا خوفوا بسوء بعض الذين يحسن رب الله وشان المغني له وقول الله تعالى ومع كبيره الثاني متعادله الياس من روح الله من رحمة الله والأمن من مكر الله وهذا كما سبق الإشارة إليه أن المسلم المؤمن يكون معتدلا بين الخوف والرجاء فلا يخاف خوفا يقنده من رحمة الله ولا يرجو رجاء يؤمنه من مكر الله بل يكون متوسطا بين الخوف والرجاء هذا المؤمن أما أهل الضلال فهم على العكس منهم من غلب الرجاء وأمن من مكر الله الله جل وعلا يقول إنه لا أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمن مكر الله فيه خوف من الله عز وجل وأن الله ينفر به بمعنى يستدرجه من حيث لا يعلم بسبب ذنوب أفأمن نصر الله فلا يأمن نصر الله إلا القوم الخاسرون وكذلك يرجو رحمة الله لكن لا يرجو رحمة الله لكن لا يأمن من نصر الله هذا هو الطرف الأول طرف الثاني طرف الخوارج والوعيدية الذين يقنطون من رحمة الله يخافون خوفا يقنطه من رحمة الله قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون كل ما اشتد الكرب عظم الرجاء هذا يعقوب عليه السلام اشتد به الكرب اشتد به الكرب حتى حزن وعملت عيناه ابيضت عيناه من الحزن وفقد ابناءه ثلاثه ابناء فقدهم يوسف وبنيامين والاكبر الذي قال لا اضرح حتى يعلن بي ابي ان يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ناجح ثلاث ومع هذا ما يئس من رحمه الله يا بني اذهبوا وتحسسوا ليوسف وراقي ولا تياسوا لروح الله ولما اشتد به الامر قال عسى الله ان ياتيني بهم
جميعا. عسى الله أن يرجعني بهم جميعا. فما يأس من رحمة الله مع أنه وصل إلى حد يعني ينتهي. أثر في عينيه وأثر في جسمه وأثر ومع هذا لم يخرج من رحمة الله. فهذا هو أول المؤمن الذي يجمع بين الخوف والرجاء، لا يأخذ الخوف فقط ولا يأخذ الرجاء فقط. نعم. وقول الله تعالى إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقوله تعالى فلا يأمن مثل الله إلا القوم الكافرون. طرفا نقيض طرفا نقيض. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الذنائب الإشراك بالله والحلم من ذكر الله والخلوص من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. نعم يعني كبيرة يعني القنوط من رحمة الله كبيرة والأمن من مكر الله كبيرة يعني من الكبائر. والمطلوب هو الصبر والاعتدال. نعم. وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ولفظه سئل من الكبائر فقال الإشراك بالله والحلم من ذكر الله واليأس من روح الله. نعم. وإبراهيم عليه السلام لما كان ما يأتيه ذرية حتى بلغ الكبر، لما جاءته الملائكة بشروه بإسماعيل وبشروه أيضا بإسحاق، بشروه بغلام عليم على إسحاق، وفي الآية الأخرى بشرناه بغلام حليم على إسماعيل عليه السلام، جاءته بشارته. لكن لما بشر قال أبشرت إليه على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قال بشرناك بالحق ألا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. ما قنط من رحمة الله على كبر سنه، ما قنط من رحمة الله. هذا سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسبيل المؤمنين، أنهم مهما اشتد بهم الضرب لا يقنطون من رحمة الله أبدا. كثير من الناس الآن من يقولون خلاص الإسلام قضي عليهم، المسلمون ما عاد يبقى لهم باقي، الكفار ملك الدنيا والكفار معهم أسلحة ومعهم فلسفة، راح الإسلام. يا أخي الإسلام له رب، له رب ينتصر له والدنيا دول والله مع المتقين والعاقبة للمتقين. مهما بلغ الكفار فإنه إلى زوال، وأما الإسلام فهو باقي والمسلمون باقون بحول الله وقوته ولهم العاقبة في الدنيا والآخرة. فلا يقنط الإنسان من رحمة الله إذا رأى هذه الأحوال وهذه الفتن العظيمة، بل يعظم رجاؤه بالله عز وجل ويثق من عبد الله عز وجل. هكذا المؤمن. نعم. باب نفس الظن بالله. وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فذلك من الكبائر سوء الظن بالله عز وجل. سوء الظن بالله إن الله ما يعطي الشيء ولا يعطي الشيء، وأنه انتهى. الإنسان يحسن الظن بالله مهما كانت حاله، وحتى عند الموت يحسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قالوا إن المؤمن في حالة الحياة يكون معتدلا بين الخوف والرجاء، لا يغلب الرجاء ولا يغلب الخوف. أما إذا اصطلب حوره الموت يغلب جانب الرجاء، لأن وقت العمل انتهى لا يستطيع يعمل، فيحسن الظن بالله عز وجل ويغلب جانب الرجاء عند الاحتضار. نعم.
وقوله تعالى وذلكم دينكم الذي فرضتم بعبدكم ارجاكم وقوله ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ظن الكفار, ظنوا ان الله ما يعلم اعمالهم ولا يدري عنهم ولا يطلع عليهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارجاكم يعني اهلكم فاصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بالله عز وجل وانه لا يعلم ولا يطلع ولا يحصي اعمال عباده. نعم. وقوله تعالى الراوين بالنافر والسوف عليهم جافرة السوف. نعم, لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو تخلف المنافقون, ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منتصرين ظاهرين جاء المنافقون يعتذرون شايبنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا, يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بل كان الله بما يعملون بصيرا أو خبيرا. نعم خبيرا. بل ظننتم, شوف بل ظننتم, ما هو اللي حبستم شغلتكم الأموال والأولاد, ما هو صحيح اللي حبستم معه, بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا, ظننتم أن الرسول هو أصحابه بأهلكم وأن عدوهم سيستأصلهم, هذا اللي يجعلكم جلستم ولا خرجتم, بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله رد عليهم سبحانه وبين الذي قطعهم عن الجهاد أنه سوء ظن بالله عز وجل وظنوا أن الرسول ما يستطيع يقاتل الكفار والصحابة أيضا ما يقابلون الكفار وأنهم سيستعصلون ولا يرجع منهم أحد, بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم هذا جاء وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله فضح أن بين الذي حدثهم أنه ليس الأهل والأموال وإنما هو سوء الظن بالله عز وجل, سوء الظن بالله كبيرة من كبائر الذنوب. فدائما احسن الظن بالله عز وجل مهما أصابك ومهما بلغ بك الكرب واللحن احسن الظن بالله وأن الفرج قريب, أن الفرج قريب, ومهما عملت من السيئات تب إلى الله وأحسن الظن بالله وأن الله سيجوب عليه ويرضى الفوز. نعم. روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أكثر الكبائر سوء الظن بالله رواه ابن ماجه وغيره. نعم. على أساس أن سوء الظن بالله من أكبر الكبائر لأنه قليل الشرك بالله عز وجل. نعم.